كابتن حازم كلاعب كبير وتاريخي وفي نفس الوقت مسؤول في اتحاد الكوره، رايك ايه في عدم حضور جماهير الكبير لمباريات منتخب مصر في الفتره الاخيره؟ شايف ان ده ممكن يتعالج ازاي؟ شايف ده احنا ممكن نقول فيه ايه عشان ترجع الجماهير تاني تملى الملعب؟ انا بشوف ان الناس اللي تكتب للانديه صفحات الانديه والحاجات دي هي السبب الرئيسي ان هي على طول لو في حاجه حصلت للاعيب للزمالك بيقعدوا يهاجموا المنتخب، اصل هو بيحبوا الاهلي. لو حصل حاجه لعيب في الاهلي يهاجموا المنتخب، اصل ده بيحبوا الزمالك. فبيقعدوا يقسموا، انا ما اعرفش ليه التقسيمه، يعني هو في الاخر منتخب مصر يا جماعه ده المصري ليك انت كمشجع وليك انت كراجل بتكتب او هو مش بتاع حازم امام ولا يا جماعه علام ولا فيتوريا، ده منتخب مصر. لما بيتقال منتخب مصر كسب ما بيتقالش مين اللي مسؤول، لو بعد 20 سنه مش هيقول مين اللي كان قاعد، هيقولوا مصر كسبت البطوله مصر. فهم بس ده يعني ابن مواضيع بتتاخد شخصيه، واحد مثلا حكم ما حسبش بنتي على الاهلي او على الزمالك او حسب عليهم بنتي، فبيقول لك اتحاد الكوره يعني الموضوع ما يتقاسش كده. ليفربول ده خلص ماتش ما اتحسبلوش الجون، وماتش توتنهام طبعا، والناس بتروح انجلترا متقفل الماتش، مش عارف ارسنال كل ما سنه عنده مشاكل مع الحكام وراجل ارتيتا بيطلع يهاجمهم والناس بتروح الماتش، ما حدش بيوصل الاتحاد الانجليزي قاصد او مش قاصد، هي اخطاء لكن المنتخب ده منتخب البلد. صح، يعني ده اللي لازم الناس تشوف فيه. صح. الناس هيقول لك اصل الملاعب الاداء وحش، تمام اداء وحش بس بيتحسن الحمد لله، يعني احسن من الاول بكتير. دلوقتي انت كنت من سنه بتقول ما عندناش لعيبه، دلوقتي الناس ما بسمع كل المحللين يقول لك احنا عندنا لعيبه كويسه وعندنا في كل مكان دلوقتي واحد واثنين الحمد لله، فابتدينا عندنا نثق في لعيبتنا شويه ان شاء الله يعني. صح. طيب انا بس انا بشوف ان هو الاداء نتائج هي اللي هترجع الناس، الاداء هو اللي هيرجع الناس، وانا متاكد ان شاء الله مع الوقت ومع الماتشات ومع ان شاء الله المكسب الناس هترجع باذن الله يعني.